السلام عليكم. وفاة الإعلام سليمان بوخليلي متأثرا بمضاعفات كورونا. اهتز الوسط الإعلامي صبيحة الجمعة بخبر رحيل الإعلامي الشهير سليمان بوخليلي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. وأعلن نجل الزميل الإعلامي سليمان بوخليلي عبر حساب والده على فيسبوك خبر الوفاة، وأشار إلى أن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر في مقبرة قاريدي بالعاصمة، والتعازي بمقر سكنه بالقبة. من جانبها أعلنت قناة البديل عن وفاة مديرها سليمان بوخليلي من خلال تدوينه عبر حسابها على موقع فيسبوك. كشف أحمد بوخليلي نجل الإعلامي سليمان أن صحة والده كانت قد بدأت في التحسن منذ 3 أيام، وأن ما تم تداوله له مساء الأربعاء 30 جوان. سليمان بوخليلي في حالة حرجة، ورسالة للسلطات العليا عبر صفحته الرسمية. وجه إعلامي جزائري السبت رسالة للسلطات العليا في البلاد يتحدث فيها عن تدهور الوضع الصحي لسليمان بوخليلي الذي يصارع الآلام بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي شهر. وقال عمار قصيرة عبر الصفحة الرسمية لبوخليلي: الإعلام القدير سليمان بوخليلي قدم الكثير للجزائر بإعلامه الهادف والمتميز. اليوم حالته الصحية متدهورة بعدما أصيب بفيروس كورونا منذ قرابة شهر، وتتطلب عناية واهتمام أكبر. وأضاف: من حق هذا الرجل أن يحاط اليوم لا غدا بالدعم النفسي والطبي اللازم والسريع مثلما أحيط به سابقه. كما من حق هذا الرجل الذي يصارع الألم كل لحظة بإيمان ورضا أن يشهد أمامه وقفة شهامة من الجزائريين جميعا باختلاف شرائحهم ومناصبهم وأفكارهم واتجاهاتهم، ويسمع حوله همسة عرفان تفيه ما فيه. نشر الإعلامي سليمان بوخليلي ليلة الجمعة تدوين قال فيها أنه يخضع لعلاج قاسي بالمستشفى، وألح على محبيه بتذكره بالدعاء. وعبر حسابه على فيسبوك ناشد بوخليلي جميع متابعيه بتذكره في كل الأوقات، مؤكدا بأنه لن ينسى وقوفهم إلى جانبه في هذه الليلة المباركة. وأنا بالمستشفى أتبع علاجا قاسيا جدا لا يعلمه إلا الله. أسألكم أيها الأحبة ألا تبخلوا علي بدعاء المولى عز وجل بتعجيل الشفاء في عشاءكم وفي فجركم وجمعتكم وفي منابركم ومواقعكم. وسيظل وقوفكم معي بإذن الله تعالى مسجلا في حياتي بأحرف العرفان بالجميل. بارك الله فيكم. وخاطب الإعلامي سليمان بوخليلي الخميس متابعيه طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه. وقال بوخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: أيها الأخوة الأصدقاء، أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي، فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء، لأنني أطمع أن تدركني رحمة ربي، نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس. وأضاف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخميس صورة للإعلامي سليمان بوخليلي وهو راقد على سرير المستشفى، وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل. وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عما أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا. ونشر المخرج أحمد بوخليلي ابن الإعلامي سليمان صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: الله يشفيك يا بابا، دون أن يحدد نوع مرضه. في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبوخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا طالبا الدعاء له.
بعد تدهور حالته الصحية. الإعلامي سليمان بوخليلي يطلب الدعاء بالشفاء من جمهوره. يتواجد الإعلامي سليمان بوخليلي بالمستشفى منذ أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو يطلب حاليا الدعاء بالشفاء العاجل من الله عز وجل وجمهوره بعدما تأزمت حالته الصحية. وحسب المقربون من صاحب برنامج خاتم سليمان، فإن حالة بوخليلي معقدة بعض الشيء، ولم يستجب للعلاج بصفة سريعة، حيث طالب بوخليلي من جمهوره العريض والشعب الجزائري الدعاء له بالشفاء العاجل. وكتب بوخليلي على صفحته الرسمية على فيسبوك في هذه الليلة المباركة: وأنا بالمستشفى تبع علاجا قاسيا جدا لا يعلمه إلا الله. أسألكم أيها الأحبة ألا تبخلوا علي بدعاء المولى عز وجل بتعجيل الشفاء في عشاءكم وفجركم وجمعتكم في منابركم ومواقعكم. وتابع: سيظل وقوفكم معي بإذن الله تعالى مسجلا في حياتي بأحرف العرفان بالجميل: بارك الله فيكم. انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية شائعة نقلتها وسائل الإعلام وتداولتها مواقع السوشيال ميديا تفيد بوفاة الإعلام الجزائري سليمان بوخليلي. وتواصلنا مع مصادر مقربة من سليمان بوخليلي والذين بدورهم نفوا الشائعات بشكل قاطع، وأكدوا على تمتع الإعلام الجزائري بالصحة الجيدة، وأن ما تنقلته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا هي شائعة لا تمت بصلة بالواقع. سليمان بوخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني جزائري، معد ومذيع البرنامج الثقافي التلفزيوني الشهير خاتم سليمان، والذي عرضته في بداياته فضائيات عربية عديدة. هو من مواليد ولاية بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر. التحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري سنة 1986 كصحفي، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري. أنشأ عام 1994 مؤسسة استوديوهات الإنتاج التلفزيوني المستقلة برفقة عدد من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في مجال الإعلام التلفزيوني. راسل العديد من قنوات التلفزيون العربية كصحفي، حيث قام بتغطية حرب الخليج الأولى للتلفزيون الجزائري، إضافة للعديد من التقارير والتغطيات الإخبارية المختلفة من عدد من البلدان العربية والأوروبية.